أهلا بكم من جديد. أعلنت شركة قطاع البترول المصرية عن تحقيق كشفين جديدين لإنتاج الزيت الخام بمنطقة سيوة، يقدر إنتاجها بنحو 4000 برميل زيت خام يوميا، وهو ما يحقق عائدا لهيئة البترول بنحو 300,000 دولار يوميا. وقد كلف تحقيق الكشفين استثمارات بنحو 10 ملايين دولار تم ضخهما بالتعاون مع شركة أباتشي الأمريكية. وسوف يبدأ الإنتاج من الكشفين في الشهر الحالي باستخدام تسهيلات إنتاج شركة خالدة للبترول في منطقة الفاجور. ومن المتوقع أن يصل إنتاج ثروة بمنطقة سيوة بفضل هذين الكشفين إلى 450 برميل يوميا. أعلن نائب رئيس الشركة القابضة للغازات إيغاز خالد عبد البديع استمرار توقف عمليات إصلاح خط الغاز للأردن، والذي تعرض للتفجير على أيدي مجهولين بسبب الهجمات الإرهابية التي تشهدها حاليا سيناء. وأكد عبد البديع بأن إمدادات الغاز للأردن لا زالت متوقفة، وأن الأردن يعتمد حاليا على الوقود البديل في إنتاج الكهرباء، حيث يتم الاعتماد على السولار بشكل كبير، ولافتا إلى أن إيغاز تنتظر هدوء الأوضاع بسيناء لبدء العمل في عمليات الإصلاح. اعتبر رئيس الاستراتيجيات وتطوير الأعمال في بورصة دبي للطاقة أن خطة بورصة شنغهاي لإدراج عقد آجل للنفط في العام 2014 والمدعوم بالتسليم الفعلي لشحنات النفط بأنه يمثل تطورا مهما يتعين أخذه في الحسبان ضمن استراتيجية أعمال البورصة، وموضحا بأن البورصة تنطلق في استراتيجية أعمالها حتى العام 2017 من رؤية واسعة النطاق ترمي إلى بناء صناعة نفط إقليمية ترتكز على منظومة ركائز وأسس متكاملة. تعليقا على هذا الموضوع، ينضم إلي في الاستوديو السيد رامي أبو رميلة، رئيس الاستراتيجيات وتطوير الأعمال ببورصة دبي للطاقة. أهلا بك معنا سيد رامي. نبدأ بهذا العقد، عقد شنغهاي والذي سيدخل في عام 2014. ما هي الميزة التي يشكلها هذا العقد؟ هل هي ميزة تنافسية أم سيكون ميزة تكاملية؟ أهلا فيك أولا وشكرا لاستضافتي. سؤالك جيد جدا. هلا العلاقة اللي احنا بننظرها في بورصة دبي للطاقة، العقد شنغهاي، هي علاقة تكاملية من ناحية انه غالبية التداول اللي بيكون بين العقود في النفط هي بين فروق العقود وليس في العقد نفسه. بمعنى انه انا ممكن اشتري عقد برنت وابيع عقد خام تكساس. طبعا هاي كلها من إدارة المخاطر، لانه المخاطر عالية كثير اذا انا بشتري عقد برنت. فمن هاي الناحية احنا بننظر لها من ناحية إيجابية. سيد رامي، دعنا نتحدث أكثر عن عقد خام عمان. يعني مؤخرا بدأنا نرى انتقال لشركات وطنية خليجية لهذا المؤشر. إلى أي مدى هذه الخطوات وانتقال هذه الشركات لعقد خام نفط عمان تدعم العقد بشكل عام؟ هو أكيد انتقال أي شركة وطنية في المنطقة لتسعير عقد خام عمان بدعم العقد كمؤشر سعر مرجعي في آسيا. انتقال الشركات لسه ما حصل بشكل كامل. طبعا عمان بتسعر على عقد نفط عمان في البورصة زائد دبي. احنا طبعا دائما في على تواصل مستمر مع شركات الانتاج في المنطقة، ودائما العلاقة علاقة طبعا بناءة، في نقاش بين متى بيصير الانتقال، لكن دائما الانتقال لازم يصير في طريقة منهجية وطريقة جماعية وبتحافظ على استقرار السوق. طبعا بنفس الوقت المنتج في المنطقة هون بتفهم انه الانتقال شيء مهم لمصداقية البورصة، لكن احنا مستمرين في بناء السوق وبناء مصداقيتنا بغض النظر، وان شاء الله يعني يصير الانتقال لما يصير في عدد معين من الشركات حتى الان تم انتقالها. يعني في عدد ممكن تعطونا احصائية عن عدد الشركات اللي ممكن تنتقل للعقد؟ طبعا احنا اللي بنركز عليهم الشركات المنتجة في المنطقة اللي هي الشركات الوطنية في السعودية وفي العراق وفي الكويت والبحرين وقطر وأبو ظبي. طبعا إلى الآن عمان ودبي انتقلوا، والباقي طبعا إحنا علاقتنا معهم مثل ما تكلمنا إنه علاقة مستمرة، في نقاش مستمر. وما ننسى أن هالبورصة عمرها 6 سنوات بالمقارنة مع بورصات تانية مثل بورصة شيكاغو 150 سنة، بورصة آيس في لندن 35 سنة.
فاحنا يعني المستقبل امامنا، ولكن ما في استعجال، الانتقال بيصير لما يصير الوقت مناسب. كون بورصه حديثه العهد يعني مقارنه بالبورصات العالميه سيد رامي، لكن الحديث اليوم مطروح حول انه دول الخليج ما زالت هي دول منتجه ربما للنفط، لا زالت تفتقد الى عمليات المتاجره اليوم بهذه العقود، عمليات المتاجره بالانواع النفوط. السؤال، ما هو توجه بورصة دبي لتأسيس ربما منظومة استراتيجية أو فكر استثماري حتى بالنسبة للأفراد ولا حتى للشركات للمتاجرة بهذه العقود؟ طبعا هذا سؤال في وقته، لانه هذا السؤال بيطرحه اي واحد بنظر للمنطقه، انه كيف احنا منطقه اكبر احتياط نفط في العالم، اكبر منطقه انتاج في العالم، لكن ما في صناعه تجاره نفط او قطاع تجاره نفط. والبورصه تاسست لهذا السبب، في جانب تنموي للبورصه اللي هو خلق قطاع جديد لتجاره النفط في المنطقه، نقل المعرفه، زائد تحديد سعر عادل للمنتج وللمستهلك. هلا ليش ما كان في السؤال اللي هو بيطرح نفسه؟ طبعا هذه المنظومه في عده مكونات، في شركات الوساطه، شركات التجاره، شركات الانتاج، مؤسسات الخدمات الماليه، في المعرفه، في التشريعات، كل هاي الاشياء لازم تكون موجوده قبل ما يصير في تجاره نفط في المنطقه. فالمكونات بدات تتكون اليوم، واحنا بنشوفها انه على المدى المتوسط والبعيد هذا شيء حتمي، لأنه شمال أمريكا تاجر، أوروبا تاجرت، آسيا بدأت خلال 15 سنة الماضية، والشرق الأوسط بتبع. يعني هذا هو التسلسل الطبيعي في من ناحية حجم الاقتصاد وتطور. لكن متى نتوقع اكتمال هاي المنظومة؟ يعني في تحديات عم بتواجه اكمال هاي المنظومة؟ أكيد أكيد، يعني التحديات هي من ناحية بناء منشآت لتجارة النفط، مثل خزانات التخزين زي الفجيرة. الفجيرة قامت في 98 أنا بيبي النفط، في نقل المعرفة، في توحيد التشريعات، في إلى آخره، في المعرفة، في يعني هذه من الأشياء اللي إحنا بنستهين فيها. حتى ثقافة المستثمر يمكن غير موجودة بالنسبة للتجارة، يمكن ممكن يدخل أسهم سندات، لكن يمكن تجارة والاستثمار بالنفط غير واردة، غير موجودة حاليا. سيد رامي، هي توصيفك لها كثقافة توصيف صحيح، لأنه إحنا قطاع النفط محتكر على الحكومات في المنطقة، من الإنتاج إلى التوصيل. وطبعا هاي كانت لأسباب تنموية، يعني كان في أسباب تنويع الاقتصاد، فكما كانت الحكومات بدها اي احد انه يركز على النفط، يركز على قطاعات ثانيه الى اخره. لكن اليوم يعني وصلت المنطقه في مرحله نضج من ناحيه علم ووجود سيوله، ومن ناحيه انفتاحها للعالم وتشريعات والى اخره، اللي بتسمح يعني في دخول المنطقه في تجاره النفط. واحنا بنشوف يعني دبي فيها كثير تجار نفط، فيها فجيرة كمثال ممتاز على شركات خاصة بالتاجر في النفط في إلى آخره. فإحنا يعني متفائلين من هاي يعني الناحية. نتمنى أن ترى هذه المتاجرة وهذه السياسة النور قريبا في الشرق الأوسط أكيد. والخليج. سيد رامي أبو رميلة، رئيس لاستراتيجيات وتطوير الأعمال في بورصة دبي للطاقة، شكرا لوجودك معنا. أعلن وزير المياه والطاقة الباكستاني أن أزمة الطاقة التي تواجهها بلاده هي الأسوأ في تاريخ باكستان، معتبرا بأنها تشكل خطرا على اقتصاد البلد ووجودها أكبر وأخطر من الإرهاب، ومن المرجح أن تكلف عشرات المليارات من الدولارات سنويا. وأشار إلى أن المشكلة شلت الاقتصاد خلال السنوات العشر الماضية، وأن السلطات تمكنت وللمرة الأولى من توليد أكثر من 16 ألف ميجاوات من الطاقة، معتبرا أن ذلك ساعد في تخفيف حدة الأزمة، غير أنه أشار إلى أن المشكلة لا تزال موجودة وسيتطلب حلها عدة سنوات. تراجعت أرباح رويال داتشيل في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 20% بتأثير سلبي من تعطل الإنتاج في عملياتها التابعة في نيجيريا. وأشارت شركة النفط الأوروبية إلى أن الأرباح المستثنى منها أحد بنود الميزانية وتغيرات المخزون بلغت 4 مليارات و600 مليون دولار، انخفاضا من 5 مليارات و700 مليون دولار قبل عام. نوهت شيل إلى أن ارتفاع التكاليف وتذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأسترالي أثر سلبا على النتائج.
يذكر بأن الشركة تخطط لرفع إنتاجها اليومي إلى 4 ملايين برميل من المكافئ النفطي في عام 2017 مقارنة ب 3,300,000 برميل حاليا. بهذه الجولة مشاهدينا نأتي إلى ختام حلقة النفط والطاقة لهذا الأسبوع. دائما يمكنكم مراسلتنا على oil@cnbcarabia.com. هذه تحية مني ومن فريق العمل. إلى اللقاء.